هاكوس اخويا. لا يلا ناكلوا ونفطر الزمان. واخويا خمسة وثلاثة جديدة ياك؟ ها؟ جديدة النمرة؟ لا ماشي بجديدة أهلي. ها؟ لا هنا مدينة أنت. لا هنا مدينة أنت 35. لا حنا فاس. فاس؟ صافي اخويا، حيت واش عندكم عندكم مسيرية لا؟ في كاع المدن، عندكم في كاع المدن ولا في فاس؟ لا حنا دابا غير فاس هاد المحل هذا. فاس تديرو الطاكوس. صافي بوحدو، ما تديروش البيتزا. لا ما كنديروش البيتزا. الله يحفظك. الطاكوس اخويا ميكست ولا ديري شنو تدير؟ الو. لا لا تنهضر معاك، انت اللي خدام في الطاكوس، وما هذا اللي حدايا بغى ياكل. لا نجيو ليه غنجيو، ما تصاوب والو تنجيو، غير تنسول دابا انايا واش كاين طاكوس ميكس رويال كاين بحال اللي عندنا حنا في كازا. ها رويال فيه كلشي، فيه كلشي عامر ديال الاسبوع. وين ناكل؟ فينا الجوع اخويا، فهمتي هذاك الشيء علاش بحال مثلا ميكس دير ليا الداندو ميكس. واش هذاك الجزار اللي حداك كاين صداع؟ الجزار هذاك ولا تيضرب الصداع؟ قول لي ريح اخويا الله يسرعك، ضربني في راسي. لا هذيك راه حاجه طبيعيه، راه حنا في ماك راه كنخدموا هذا الشيء. حيت اخويا عندنا في كازا حنا عندنا كازا سناك عادي، عاد تيخدموا بشويه عاد تيلفوا هذاك الشيء وتيدوروا تيضربوش فهمتي الجزار. الله يحفظك. الله قول لي يا خويا دابا الطاكوس شنو الحجم الكبير اللي فيه؟ لارج ولا سمول ولا شنو؟ الاكس ال يعني قد هذيك الصينيه ولا النص ديال الصينيه ولا شنو؟ كيفاش كبير؟ شحال زعما؟ البلاطو لا ما عمرينا، حيت حنا كاين دابا جينا لفاس والدراري هما اللي عطاوني، قال لي راه تدير تديروا طاكوس زوين، حنا ولاد كازا دابا جينا ناكلو عندكم فهمتي؟ انا يلا غنديبلاصو. ديال شحال هاد هذا اللي نص بلاطو شحال داير؟ ها الجزار عاود عاوتاني الجزار عاوتاني الجزار عاوتاني اخويا قارني الجزار تيزدح بزاف تيضرب بزاف. لا ملي نجيو ناكلو يكون الجزار هذا تيضرب. دابا خويا شنو تيدير؟ انا نديرها في بلاصتو شنو شنو تيضرب دابا الداندو ولا شنو؟ قلت لك حبيبي هيك فهمت هيك لك زعما شنو يعني؟ ما كاين ما عمرش شي طاكوس فيه الصداع بحالك تيضربوا في العصا. لا لا انا ما يكذبش. الله يحفظك. شوف كنت باغي تدير تاكل حبيبي اجي محمد غنجي. الله يحفظك. انا الناس ديال فاس الله انا الناس ديال فاس بالله عليا ولا شي حاجه تعاونوا. شو معك اخويا انا مطلع انا مرتي. اسمع اخويا حنا ولاد كازا عندنا القلب ديما المغرب كامل كيف حال بحال واخا كيفاش اخي ماشي سوقك انت باينة ما تتحملش ولاد كازا انت باينة معقدينك. واش غادي نقول لك اخويا الله يعاونك وحشومة تقول لي ماشي شغلي حشومة. انا كبرت بيك نتوما فهمتي، انا كبرت بيك وانت قمعتينا اخويا ماشي مشكلة حنا نجيو ناكلو. انا ماشي شغلي يعني. لا عادي ما بغيتش انا عندي كلشي بحال عادي. انا بعدا شوف انا والله ما بات ما عندي معاد فاس انا والدريه وصافي، وما انا ما نجيش لمن نهار كريساونا باس اللي انت كريسي وهذا ما نجيش له انا كاع الساطه هي اللي برصتا لي راسي. شوف غادي نجي لا شوف ياك ما كاينش الناس بزاف هنا واخا نجي تما وصافي نكوموندي سير بلاص ما كاين حتى واحد وجالس عليا كوموندي. يلا انا علاش عندك عندك البيتزا فاضحة؟ الله يحفظك يا حبيبي تهلايا في راسك وما تحقدش تبارك الله. شوف شوف تحية للدراري. بغيت تهضر مع شي واحد فهمتني؟ اها هذا يعني بواحد الطريقة شوية زوينة وصافي. بحال الزوينة اخويا سبيتك عايرتك قلت فيك العفة. لا هذا الشيء هذا هو الديكور. حشومة حشومة هذا هو الفرض يعني. شوف انت ولد صفرو. سمع 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 ها شنو؟ بغيت تهضر مع شي واحد ها؟ انت اخويا بلاتي دابا انت واش طبيب نفساني ولا تتصاوب طاكوس؟ دابا واش تتصاوب طاكوس ولا طبيب نفساني انت باش نفهم انا باش نعرف مع من نهضر؟ واخويا انت قلتي لي بلاد كازا انا ما عنديش معاهم حشومه كاع، انا ما احتقرتك ما والو بالعكس راه عندي دار انا في فاس اصاحبي راسك بحال قرموصه انت وداك الكزاه الله يلقيها لك في هاد العواشر.